بس الجديد في الفقره دي ان هم 3 اخوات، الثلاثه صوتهم رائع، الثلاثه بيحققوا مشاهدات عاليه جدا 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 على السوشيال ميديا. مشرفني ومنورني نغم عصام، ازيك يا نغم؟ اهلا بيك. اخبارك الحمد لله ايه؟ تمام الحمد لله. واسلام عصام، ازيك يا اسلام؟ تمام وماجد عصام، اهلا بيك. الثلاثه اخوات، انتوا بقى الثلاثه بداتوا ازاي؟ والله انا بدايتي انا كنغم كانت في المدرسه. كنت بغني في المدرسه، بعد كده بابا وماما طبعا سمعوا بقى الموهبه وبقوا بيشجعوا جدا. بعد كده بقى لما كبرت ابتديت ان انا اخد كورسات في الموسيقى العربيه واكاديميه الفنون، ودرست موسيقى عربيه بالفعل. واسلام طبعا كان معايا في المشوار ده كله. اوكي، انتوا الاول التاني التالت؟ لا، اسلام في الاول. يعني احنا في السن احنا الاثنين نعتبر احنا الاثنين كنا مع بعض، لان احنا قريبين من بعض في السن. انا في فرق بينهم سنتين. اوكي، فبادئين احنا الاثنين مع بعض، ماجد بقى حصلنا كده في الاخر. وشجعت كلكم بعض انك كنتوا شجعنا بعض. وانا بدات الاول، يعني انا بدات وانا صغير عندي مثلا 15 سنه. اوكي، بعد كده هما بداوا بعدي. اوكي، كلنا كنا بنغني وكلنا كنا بنعزف، وكان يعني احنا اصلا من عيله فنيه اصلا، يعني والدي كان مغني برضه قديم وكده، فنشأنا في بيت فن. حلو قوي. فخدناها تدريجي بقى يعني ورا بعض كده. حلو انا جدا. بعد كده نغم، بعد كده ماجد مؤخرا يعني. وانت يا ماجد بعد كده بقى حصلتهم؟ بصراحه بعد لما شفتهم بيغنوا كده، فبدا يعني اهلي برضه في البيت يقولوا ان صوتك حلو وبتاع. كان بيجي معانا يعني. واحنا ما كنا بنروح الكورسات والمعهد، كنت بروح كان هو صغير كان بيجي معانا. اوكي، فيعني هو كان حابب الموضوع من زمان ومستني بقى عشان ايه يطلع. طب يلا يلا نبدا نغني. تمام. ايه بقى تحبوا نبدا بكل واحد لوحده الاول؟ زي ما انت عايز. زي ما انتوا عايزين. يلا نبدا. يلا يا نغم. يلا بينا. ابدا يا نغم. غني حاجه مثلا قديم ولا اللي انت عايزاه. غني قديم، نبدا بالقديم وبعد كده بقى نشوف اسلام هيغني لنا ايه. انا همشي بقى ليديز فيرست وبعد كده. تمام. في يوم وليلة، يوم وليلة، خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي، حبيبي حبيبي، دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما يا ما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى أشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه. لقينا رحنا على بحر شوق، نزلنا نشرب ودبنا فيه. ومين يصدق الجرى ده كله، ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله. في يوم وليلة، ليلة 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 ليلة. حلوة قوي يا نغم، حلوة قوي، وصوت ناعم كده وحساس، فيري ايموشنال. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. اسلام بقى، يلا بينا. يلا بينا اسلام الكبير. يلا حاجه طرب برضو العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. يلا بينا. سلام. يلا.
بالي ده حبيبي شغل بالي اه يابا يابا شغل بالي اه يابا يابا شغل بالي عدينا يا شوق عدينا على بر الهوى راسينا عدينا يا شوق عدينا على بر الهوى راسينا ده العمر معاه وهوايا هوا عدينا يا شوق عدينا ده العمر معاه وهوايا هوا عدينا يا شوق عدينا. نشوف ماجد بقى، ماجد بقى الصغير يعني حياة بقى من جديد شوية يا انت غني القديم شوية عشان جديد بقى مش بقول زي ما انت عايز يلا غير الطرب بقى يعني قول له طرب ممكن نسمع مثلا زي مندي لعمرو دياب مثلا اللي انت عايزه تمام انت لسه زي ما انت يا مرفع عيني احلى عمر ده اللي كان بينك وبيني واما تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الاصول مستحيل اقبل في حقك اي كلمة انت اعلى منهم فوق انت نجمة واللي يسألني عليك بقول دي نعمة مستحيل اوصف جمالك مهما اقول زي ما انت انت عندي زي ما انت الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية ده انت سايبة جوه قلبي ذكرى حلوة لسه صوتك بسمعه في وداني غنوة دي الحقيقة ان الحياة بعدك ما تسوى حبي ليكي كل يوم في البعد يقوى سيبك انتي عاملة ايه وازيك انتي دي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية ايه الحلاوة دي؟